السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس التعلم عن بعد ومع دروس اللغة العربية. عنوان الدرس: تجريد حرف الحاء، الجزء الثاني. الصف الأول الابتدائي، الوحدة الأولى. عنوان الوحدة: عائلتي. ولنستحضر أحبائي، ماذا نحتاج لمتابعة الدرس؟ أحسنتم. أولاً كتاب اللغة العربية، دفتر، القلم. أهداف الدرس: يتوقع منك عزيزي الطالب أن أولاً أن تقرأ حرف الحاء مع الحركات القصيرة بشكل صحيح. ثانياً أن تقرأ حرف الحاء مع المدود الطويلة بشكل صحيح. والآن أحبائي، وقبل أن نبدأ هذا الدرس، دعونا نستذكر بعض قوانين الغرفة الصفية. أستأذن قبل الدخول، أجلس جلسة صحيحة، أنظر إلى المعلمة، أستمع إليها جيداً، أنصت للمعلمة في أدب، أستأذن عند أداء أي عمل، أرفع يدي قبل أن أتكلم، أنتظر دوري وأحترم الآخرين. بارك الله فيكم، أنتم مبدعون. والآن أحبائي، هل أنتم مستعدون؟ لقد وصلنا إلى مرحلة أصوات حرف الحاء مع الحركات القصيرة. الحركات القصيرة: أولاً حرف الحاء مع الفتحة، كيف ننطق حرف الحاء مع الفتحة؟ أحسنتم، حاء حاء. ومع الضمة، حو حو. ومع الكسرة، حي حي. انتبه عزيزي الطالب إلى فتحة فمك، فتحة، كسرة، ضمة، سكون. أحسنتم، بارك الله فيكم، أنتم متميزون. والآن وصلنا إلى حرف الحاء مع حركة الفتحة، كيف ننطقه؟ أحسنتم، حاء، مثل صديقنا حماد، حماد. ثانياً انتبهوا، ما هذه الحروف؟ نعم، جميلة. ثانياً حرف الحاء مع حركة الضمة، مثل حروف، حروف. حرف الحاء مع الضمة ينطق حو، حو. ثالثاً حرف الحاء مع حركة الكسرة، مثل حصان، حي، حصان. استمعوا أحبائي إلى صوت الحصان. رابعاً حرف الحاء مع حركة السكون، مع السكون، مثل بحر، ما أجمله، بحر. والآن لقد جاء دوركم أعزائي الطلاب، أقرأوا وأصلوا بالكلمة المماثلة: حمد. أحسنتم، حروف، رائعون، حصان، بحر، ممتاز، بارك الله فيكم. أصوات حرف الحاء مع المدود الطويلة،
انتبه عزيزي الطالب إلى فتحة فمك. كيف ننطق حرف الحاء مع مد الألف؟ حاء حاء حاء، ومع مد الواو حو حو حو، ومع مد الياء حي حي. هناك ثلاثة أنواع من المدود: مد الألف، مد الواو، مد الياء. هيا بنا، مد الألف، مد الواو، مد الياء. أولا حرف الحاء مع مد الألف، كيف ننطقه؟ حاء، سحاب سحاب، ما أجمله. ثانيا حرف الحاء مع مد الواو، حو حو، حوت حوت، سبحان الله. ثالثا حرف الحاء مع مد الياء، حي حي، رحيق رحيق، ما أجمل الرائحة. والآن لقد جاء دوركم أعزائي الطلاب، سوف نلاحظ حرف الحاء مع المدود في الكلمات الآتية. ماذا نرى؟ أحسنتم، سحاب سحاب، وهذه الصورة حوت حوت، وهذه الصورة رحيق رحيق. مد الألف، هنا مد الواو، هنا مد الياء. والآن أعزائي الطلاب، لقد جاء دوركم، كيف ننطق حرف الحاء مع مد الألف؟ أحسنتم، حاء، ومع مد الواو حو، ومع مد الياء حي. أنتم مبدعون، بارك الله فيكم. والآن لقد وصلنا إلى نهاية الدرس، بالغ الشكر والتقدير لكم أعزائي الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.